احنا كمان الفراخ المقرمشة هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا، هتطلع معاك وناجحة جدا جدا وبأبسط الإمكانيات. أي فرخة عند حضرتك هتجيبيها تقطعيها 8 قطع، المهم إن هي تبقى هنعمل فيها حاجتين هيطلعوها معاكي مستوية ورائعة. هقول لك أول حاجة، ما تنسيش محلول النقع. محلول النقع ده مهم جدا، مهم لأي طيور في الدنيا، بيخلي كده الأنسجة تتفتح وتبقى حلوة وتستوعب التوابل وتبقى تساعد في التسويه بسرعه. الحاجه التانيه ان احنا هنعمل المحلول او التتبيله الحلوه، واحنا في التتبيله دي اللي عايز يعمل سبايسي، اللي بيحب يعني ان طعم الفراخ يبقى سبايسي، هيحط السبايسي هنا، يا اما هيحط هوت صوص يا اما هيحط شطه حاره. تعالوا كده نقول المقادير ونتكلم عنها بالتفصيل. انا جبت دجاجه قطعتها 8 قطع، محلول النقع طبعا كلنا عارفينه، هقوله لكم تاني، لتر ميه، معلقتين كبار من الملح، معلقتين سكر او معلقه سكر، بصله متقطعه شرايح، ورق لورا، ما تنسوش شرايح الليمون وشويه من الخل وشويه من عصير الليمون، حاجه بسيطه، معلقتين ومعلقتين، وتسيبوهم فيه وتدوبوهم وتسيبوها فيه شويه من بالليل للصبح، وبعدين نبدا ناخدها نشفها زي ما انا عملت ونبدا نشتغل فيها المرحله اللي هي الاولانيه. هي ايه بقى؟ هي عباره عن كوبايتين من اللبن الرايب. طب لو انا ما عنديش لبن رايب هعمل ايه يا عظيمه؟ ولا حاجه، هناخد كوبايه زبادي ونخلط مع شويه لبن وتبقى عندي برضو خليط بديل للبن الرايب، ما عنديش مشكله خالص. هتديني طراوه حلوه. طيب عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا، اللي حابب هوت صوص هيزود هوت صوص، اما يكون يعني ليكويد يكون سائل او يكون شطه باودر زي ما احنا متفقين، وطبعا ملح وفلفل. اي اضافه تانية من اي توابل اخرى دي ترجع لحضرتك وترجع لاي اسره ليها يعني ايه ليها بتحب حاجه معينه. لا ما هو كده كده مش هيطلع معانا انا ده. طيب بصوا بقى، المرحله الثانيه بعد النقع ده هنتكلم على البريدنج، انا هنزله في ايه. طيب هقول لكم حاجه بسيطه وسهله جدا، البريدنج بتاعه عباره عن دقيق، نشا، بصل وتوم باودر وشويه من التوابل لو عندكم، اللي هي التوابل الخاصه بالكوتنج بتاع الفراخ او اللي بتتباع اكياس دي، هتبقى رائعه لما تحطوها هنا مع شويه بابريكا بس، وهتطلع احلى فراخ مقرمشه حضراتكم هتشوفوها. تعالوا نسمي الله ونحط اول حاجه اللبن الرايب، ادي كده شويه هنا، هحط معاهم البصل الباودر والثوم الباودر، لو انا حابه كمان اضيف معاهم شويه بسيطه من البابريكا، شويه بسيطه من الشطه، عشان انا لو عايزاه سبايسي اهو بقول لحضراتكم من البدايه بحط هنا شويه. اوكي، وهاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم رشه كده ملح وفلفل معانا، بسم الله، حاضر، رشه فلفل، اللي حابب يحط في المرحله دي شويه توابل باودر من حاجات الفراخ الخاصه بتوابل الفراخ، يعني المقرمشه بتتباع كاس بتاعه شركات في السوبر ماركت، يحط مفيش مشكله خالص. هنقعدها في المحلول ده شويه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، سيبوها بقى شويه كده حلوين. عايزين تشرطوا، انا شرطت هنا شويه كده خفيف عشان ايه، وطبعا الفرخه ما تبقاش برضو كبيره قوي، ليه؟ علشان تستوي معايا حلو وما تبقاش ايه نيه. طيب هبدا بقى انقع الفراخ بتاعتي بالشكل ده، هتتساب مش اقل من ساعتين ثلاثه زي ما انتوا عايزين، ممكن من بالليل للصبح زي ما تحبوا على حسب وقت حضراتكم. هنيجي بقى في المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه، هنقلب تقليبه حلوه. يبقى حطيت الدقيق، هقول كوبايتين دقيق عليهم نص كوبايه كبيره من النشا، وبعدين التوابل بتاعتي، واقدر احط كمان التوابل الاكياس اللي قلت لحضراتكم عليها، بتدي طعم حلو قوي خارجي. يبقى انا دعمت هنا، حطيت في المحلول الاول في اللبن الرايب او في الزبادي مع شويه لبن، حطيت معاهم الثوم الباودر بصل الباودر والبابريكا في ده، علشان ولو عايزه شطه هحطها عشان تفضل اللحم يتشرب شويه، فيبقى مدي تيست حلو تتنقع فيه كويس وتبقى حلوه تاخد وقتها. وبعدين عملت اهو البريدن بتاعي بحاجه بسيطه، ولا حطيت بقى خلطات ولا حطيت بيض ولا بقسماط، ما عملتش الحاجات دي خالص. خلاص، في ناس ليها فكره تانية وهقولها برضو لحضراتكم، لكن دي حسب كل واحد. في ناس بتحب تندي الدقيق
وتفروله زي رمل البحر كده، تخليه قطع. عارفين لما جينا نعمل المرحله الاولى في الكسكسي حاجه شبه كده، وتروح منزلاه وقليه. انا بصراحه يمكن يعني ما حبيتهاش قوي، لكن في ناس بتحب تعملها وبتنجح معاها، مفيش مشكله. تعالوا بقى نسمي الله. هناخد بقى الايه الدرام ده مثلا، بصوا كده، وهنبدا نغطي الفرخه بتاعتنا، نخليها من جميع النواحي كده تتشرب حلو، عارفين. وناخد، وقلت لهم انا لسه ما عملتش الكميه الكبيره عشان والله يعني يبقى المحببين والمقربين ياخدوا، وكل الحبايب يعني. فهو اللي باخد منه الزيتون، والزيتون اللي انا عملتها لحضراتكم الناشفه، اللي وريتكم ازاي بنختار الزيتون الصح عشان نخلله، مش اي زيتون بيعيش بالسنه. العزيز يا جماعه ما تشقهوش، العزيز مش محتاج يتشق يعيش معاك اكتر. التفاحي ده وحابين ممكن شق واحد لو حابين، في ناس ما بتشقهوش برضو. بصوا انا بدخل ما بين هنا عشان تبقى ايه تمام. نسمي اللي اشوف كده الزيت، خليني اعلي سن عشان انا كنت مهديه النار عشان ما يقدحش مني الزيت، وده مهم برضو. زيت يكون غزير، يعني مش المهم يكون في كميه كبيره قد ما مهم يكون في حاجه كنزه بس فيها كميه تغطي الايه الفراخ اللي انا هحطها. هشيل بقى ده خلاص، وهنبدا كده، خليزي معايا، هنبدا نعمل اخر حبه باقيين، وطبعا منها على الزيت على طول تتحط. طب لو انا هعمل ده في الاير فراير يا شيف عظيمه، هترشي رشه زيت على الدنيا دي، يعني هي دلوقتي احنا جهزناها اهو. هروح عامله ايه، جايبه بخاخه اللي هي بتتباع في 2.5 دي، وهملاها زيت وهرش رشه عليه وادخلها في الاير فراير، واحسب التايم بتاعي، واعتقد هتبقى على حراره 200، من 180 ل 200 على حسب انت الاير فراير نوعها ايه، لانه برضو كل واحده ليها تكنيك في يعني على حسب نوعها. خلاص بصوا كده، يلا نسمي الله. تعالوا بقى هنزل كده، اه يا حبيبه قلبي، شايفين الجمال اهو من جميع بصوا هنا لازم تتغطى، يعني مش بسيبها كده اهي، لقيتها كده عشان ده اللي بيقرمش ويخليها دايما اهي. شايفين حتى اللي جوه هنا عند اللحم بسيب اهي، لازم اكون عاملاها كلها. خلاص واهو هثبتهم بقى كده قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين اهم، وتعالوا هخليهم في جنب يسخن بس الزيت معايا شويه، وتعالوا نبدا جنبنا هنا نعمل حاجه سريعه قوي تتقدم معاهم السلطات المحببه سريعا، وبعدين نحط الرز مع بعض على النار دلوقتي. انا هسخن الحله بتاعته اهو وهجهزها، ننزل مقادير الارز الريزو، لانه من الحاجات الجميله اللي تتقدم مع هذه الوصفه. في منه نوعين، نوع بيبقى سبايسي، يعني بنختار الستريبس دي سبايسي، يعني ممكن اجيب الستريبس اللي هي بتبقى في صدر الفرخه، اخد الشريحه الرفيعه الستريبس اللي بتتفصل عن الصدر واعمل بيهم هم، احمرهم لوحدهم في نفس البريدنج ده واخليهم لوحدهم، اقطعهم زي ما احنا مقطعين هنا على الاطباق واقدمهم فوق الرز بتاعي، ويبقى الفراخ عندي كامله زي ما هي، كل اللي خدته بس من الصدر. خلاص نوري بقى حضراتكم احنا عملنا ايه، وانا هزود القطعتين دول معانا. بصوا بقى، عملنا الارز الريزو النهارده، عملنا سلطه الكولسلو بطريقه لطيفه وسهله وجميله، وعرفنا السر فيها برده في حاجات بسيطه جدا في الطعم وفي التيست. عملنا الفراخ المقرمشه بطريقه جميله، ونقدر نعزز الكرانشي بتاعها يا اما بطبقتين من الخليط اللي احنا عملناه، او ان احنا نحط عليه الحاجات التانيه اللي بتبقى كرانشي بتتباع اكياس في السوبر ماركت.